نسجل بمداد من فخر واعتزاز انتماءنا الى الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الاكثر تمثيلا للطبقة العاملة بالمغرب، المنظمة الاصل، ويبقى الاصل هو الاساس، والتي تقف دائما سدا منيعا في وجه جميع الاجراءات اللا شعبية التي تسعى الحكومة لتمريرها. أيها العابدات، أيها العمال، إننا نحرك اليوم عيدنا الأممي باسم رأي خاص مضطرب ومشغول نتيجة سياسات اللا شعبية للحكومة التي تضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وباقي المواطنين المغاربة جراء الزيادات المهملة في الأسعار وتجميد الأجور. لهذا يخلد الاتحاد المغربي للشغل العيد الأممي للعمال في سنة 2023 تحت شعار أوقفوا مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية في الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. هذا اليوم يعتبر يوم غضب واحتجاج ورفض السياسات التفقيرية في الحكومة التي تسعى إلى إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. هذا شيء نديرو لكم شيء الاحتفال باليوم الأممي فاتح مصر. بالنسبة لقطاع تصوير السمك، فقد تم تحقيق
مجموعة من المكتسبات في عدة معاني كتحسين ظروف العمل، ونخص الذكر هنا عاملات معمل مخزن ماريانا باعتماد نظام مجموعة الشيف. وقد كنا عملنا العمل طول النهار وأحيانا نهارا وليلا. تحية عالية لهم على توحدهم وتكتلهم في هذه المشروع. كما تم حل مجموعة من المشاكل لباقي المعامل يوم احتفالي واحتجاجي بقوة الذي يؤكد أن ما كنا نقوله مجسد على أرض الواقع ويونس كوري محمد جاء بكل ما كنا نقوله وما العشية إن شاء الله غادي حتى تعميم جميع يعني نفصل لكم على باقي المعاني خاصة المتعلقة يلا باحترام ساعات